إلى موضوع القواعد هو الأسماء المركبة compound nouns. compound أخذناها هي المركبة ونونز هو الأسماء. شنو هي الأسماء المركبة؟ هي الأسماء التي تتكون من كلمتين أو أكثر، كلمتين أو جزء ثلاث كلمات. أوكي؟ واحدة من هذه الكلمات اسم والأخرى صفة أو ظرف أو حرف جر أو أي اسم آخر. شوفوا، أما تكون اسمين، اثنيناتهم اسمين، أو تكون اسم بعد صفة، اسم بعد ظرف، وهكذا. الغرض من الأسماء المركبة هو إضافة كلمة إلى كلمة أخرى لتكون كلمة جديدة. يعني إحنا لما نحط كلمتين مع بعض راح تصير عندنا كلمة جديدة تكون ذات معنى مختلف. زين، هسه نيجي الأسماء المركبة يمكن أن تكون على ثلاثة أنواع. إذن الاسم المركب ثلاث أنواع. يقول الكلمة التي تفصل بينهما وبين الكلمة الأخرى فراغ، مثلا تنس شو، حذاء التنس. شوفوا اكو فراغ بيناتهن، ما جاية ملتصقة الكلمة، لا اكو فراغ بيناتهن. زين، الكلمة التي تفصل بينهما وبين الكلمة الأخرى فاصلة، مثلا سيكس باك. السيكس باك بمعنى عضلات البطن. شوفوا هنا اكو بين الكلمتين شنو فاصلة، اوكي، داش فاصلة هيك شكلها. الكلمة التي لا توجد بينهما وبين الكلمة الأخرى فراغ أو فاصلة هي bedroom. شوفوا bed سرير وروم غرفة، فمن صارت مع بعض صارت غرفة النوم، ماكو بينات أي فاصلة ولا أكو شارحة ولا فراغ ولا أي شيء. زين، انتقلنا إلى make compound nouns by matching the words in the two lists. إذن من عندي أسوي compound nouns، أسماء مركبة من هاي الكلمات اللي مطيها إني راح أقرأ الكلمات أترجمها وبعدها نحل. list A وlist B. boarding بمعنى الصعود، وtravel بمعنى يسافر، five star خمس نجوم، package هي الحزمة، وpacked هو المعبى، وski هو التزلج، car سيارة، self catering بمعنى الخدمة الذاتية، يعني الخدمة الذاتية بالطعام، وسايت هي رؤية أو مشهد، وسي بحر. apartment شقة، agency هي الوكالة، card هو الكارت، deal يتفق، وfront أمام، ولانش غداء، resort بمعنى منتجع أو ملجأ، sing يعني مشاهد أو يرى، وهوتيل هو الهوتيل، وهاير يوظف. زين، حصير boarding card هي بطاقة الصعود إلى الطائرة، travel agency هي وكالة سفر، و five star hotel بمعنى فندق خمس نجوم، و package deal بمعنى صفقة، صفقة شاملة أو صفقة كاملة، five packed lunch هو الغداء اللي محطوط بعلبة. رح ننتقل إلى البقية. ski resort بمعنى منتجع للتزلج، car hire بمعنى تأجير السيارة، و self catering apartment بمعنى شقة فندقية يمكن استخدامها للطبخ. شوفوا self catering بمعنى يعني الخدمة الذاتية بالطعام، لما apartment شقة فصارت شقة يعني تقول بها مطبخ، اوكي، يعني ممكن انه اني اسوي سيلف كيترينج، اخدم نفسي بنفسي بخصوص الطعام. زين، سايت سينج هي مشاهده المعالم، معالم المدينه. شوفوا لي انا شلون دا اربط الكلمات، اكو بيناتهم فراغ، اكو ما بيناتهم فراغ، وهكذا. والسي فرونت هو جبهه المطلة على البحر. اذا ذن الكلمات تحفظ، تحفظ ظني الكلمات وتحفظ معانيها، لأنه ممكن يجيكم على شكل ماتش، يعني أربط الكلمات مع بعضها البعض. انتقلنا إلى lesson 1 من كتاب النشاط، رح أكتب لكم رقم الصفحة هنا. lesson 1 use the compound noun on page 44 of student's book to complete the sentences below. إذن من عندي أكمل الجملة باستخدام الأسماء المركبة الموجودة صفحة 44 من كتاب الطالب. If we get a self-catering apartment، إذا حصلنا على شقة بها مطبخ، in Spain، بإسبانيا، we can buy food at the market and make our own meals. ممكن نشتري طعام من الماركت ونسوي الوجبات بنفسنا.
راح أعتمد على المعاني بهذا التمرين. شوفوا الكلمات أصلاً هو مطيها لكم صفحة 44، وأنتوا راح تحطون الكلمات حسب فهمكم للجملة. Let's not go on a package deal to Italy. لي let's not go يعني خلي ما نروح إلى package deal، هي صفقة كاملة يستخدموها مثلا لما أنا أريد أروح فتسفرة أقول له أريد package deal، يعني فتسفقة وياكم تكون زينة حتى تكون سعرها زين حتى أروح برحلة إلى إيطاليا. زين، it would be more fun to choose our own hotels and towers when we get there. راح يكون أكثر متعة إنه إحنا نختار الفندق مالتنا ونختار تاورز يعني الجولات مالتنا when we get there عندما نذهب هناك. أوكي؟ زين، عرفت أنا شنو؟ عرفت من معنى الجملة حطيت package deal. I can't find my boarding card. إحنا قلنا البوردينج كارد هي بطاقة الصعود إلى الطائرة. I won't be able to get on the plane if I don't find it. هو ضيع الكارد مالته، أوكي؟ الكارد مالته هو ضيعه مع الصعود. يقول أنا ما رح أكون قادر إذا ما لقيته، ما رح أكون قادر على صعود الطائرة. Let's go for a walk along. لنذهب إلى المشي. Along على طوال seafront this evening. Seafront إحنا قلنا المنطقة اللي أمام البحر. This evening okay هذا المساء. And watch the sunset over ومشاهدة غروب الشمس. Okay over the water على المياه. I don't like booking flights online. لا أحب حجز. Booking بمعنى حجز. الرحلات online يعني على الانترنت. Let's go and buy our tickets at the travel agency. لنذهب ونشتري نشتري تيكت يعني تيكتات بطائق من وكالة سفر. Travel agency هي وكالة السفر. In Saad Street في شارع السعد. 6. If you order it now إذا طلبت الآن. Order بمعنى طلبت، يعني عادة احنا نسوي نقول order يعني نسوي طلبية. The hotel kitchen will make packed lunch. Packed lunch احنا قلنا الطعام المغلف. For anyone who is going to the tower tomorrow. The hotel kitchen مطبخ الفندق راح يحضر لنا هذا الطعام قلنا المغلف لكل شخص ذاهب بتاور رحلة غدا. I spend the morning at the beach. أني قضيت الصباح بالشاطئ. And in the afternoon بالظهيرة أيضا we did some sightseeing. سوينا sightseeing يعني سوينا نظرة إلى معالم المدينة. I took lots of photos. أخذت كثير من الصور. Of the Roman temples إلى معبد الرومانيين. 8. You can't rely on public transport on that island. You should find out about car hire so you can travel. Okay, خلي أوخر الماوس. So you can travel more independently. يقول هنا بأنه أنت لا يمكن أنه تعتمد على transport يعني وسائل النقل العامة بهذه that island بهاي الجزيرة. You should find عليك أن find out تكتشف about car hire عن تأجير السيارات so you can travel more independently حتى تقدر تسافر independently يعني تعتمد على نفسك. زين، انتقلنا إلى موضوع مهم بعدنا بالcompound noun. Write the compound nouns for the following definitions. اكتب أسماء مركبة لهذه التعاريف. شوفوا تعريف يريد من عندي أكتب الاسم المركب مالته. If you lose this you can't get on an airplane. يقول إذا فقدت هذا لا يمكنك الصعود على متن الطائرة هو البوردينج كارد. Number two, you can have a winter holiday there. بإمكانك الحصول على الشتاء هنا هو ski resort منتجع التزلج. Three,
A luxurious place to stay. مكان فخم للبقاء هي 5-star hotel. هو فندق 5 نجوم. A place to stay where you cook your own food. مكان الإقامة حيث يمكنك طهي الطعام الخاص بك هو self-catering apartment. هو شقة بيها مطبخ. Hotels will often give you this if you're going on a full day excursion. يقول تعطيك الفندق غالبا هذه إن كنت تريد الذهاب في رحلة لمدة يوم كامل. Excursion رحلة بمعنى packed lunch. غداء محطوط بعلبة. غداء معلب. This protects you. هذه تحميك when you are driving or flying. عندما تقود السيارة أو تحلق. Seat belt هو حزام الأمان. إذن هذا كل ما يعنى بلسد 1 من الوحدة الخامسة. لا تنسون تشاركون هاي الفيديوهات ويا أحبابكم أصدقائكم أصحابكم وإلى اللقاء.